طب احنا عاملين لك اختبار تالت. احنا دلوقتي واحد واحد في ضربات الترجيح، ماشي ماشي؟ انا صديت واحدة وانت جبت واحدة، تمام. التالتة تالتة يا انا تالتة صدها واكسب يا انت تجيبها وتكسب، ماشي ماشي؟ ولان هي الاصعب فايه هتبقى سريعة، ماشي. ماشي كده؟ يلا هتقول انت الو ولا اقول انا الو؟ زي ما انت عايز. قول انت. الو، الو، مساء الفل، مساء الفل يا كابتن، عامل ايه؟ كله تمام والله الحمد لله، انت عامل ايه منور الدنيا. حبيبي يا كابتن؟ بنورك، ربنا يخليك يا رب. مبروك حسين، النهارده. مين حسين كسبني يا حسين؟ عاجبك كده يا عم حسين؟ حبيبي يا كابتن، ازيك يا عامل ايه؟ ساس؟ الحمد لله يا كابتن، والله انت عامل ايه؟ مبروك النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. خلي بالك ده هدف تاريخي بالنسبه لك. الحمد لله والله يا كابتن، والله ما بحسبلهاش والله يا كابتن، هي تيجي احنا لوحدها. بنحسب لها بقى، ما الاحصائيات بقت مهمه يا عم عمرو دلوقتي. فانت النهارده انفردت بالمركز الرابع، صح كده؟ انا معرفش. الحمد لله. ما بين الهدافين كابتن خطيب وكابتن ابو تريكا، صح كده؟ وكابتن متعب. كابتن عماد متعب، وبعدين انت تخطيت كابتن وليد سليمان. الحمد لله. طب دلوقتي لو تخطيت متعب هنعمل ايه بقى يا عم حسين؟ متعب مش هيزعل ها؟ عادي. ده متعب ده جميل، كابتن متعب مش هيزعل. ده ابيض ابيض بياض الجمال يعني. طبعا. دلوقتي الكابتن عمرو السوليه عمال يقطع فيك من اول الحلقه انت جايب الناس اللي انا بضربهم كلهم. وبيقول انه حسين كان مركز انه يحتفل بالهدف، قلت عشان كده حطها في القائم، ولو كان مركز ان يجيبها في المرمى كان جابها في المرمى، ما كناش دخلنا في الوقت الصعب ده. والله والله يا كابتن، بص يعني الاول انا مش عايز جمهور الاهلي يزعل مني في العرض اللي انا هجيبها النهارده. والله يا كابتن، والله خالص والله، يعني انا بصراحه كان لا، انا اللي قلت، مش هو اللي قال، بس عشان هو اللي قال. انا اللي قلت، انا اللي قلت 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 ممكن يكون كان بيفكر احيانا. انا مره كنا بنلعب ماتش بس مش هقول ايه، فاتشاط عليا فاول فطلعته حلو قوي قوي، وقايم ان انا شايل فاول حلو قوي، فالكرة جت في ايدي وجت في العارضه، انا متاكد انها طلعت بره، فاللي هو قايم فرحان بشبابي والله يا عمرو كده، والله يا حسين فرحان جدا ان انا شلت الفاول ده، فقمت اتريا جت في العارضه وردت للعيب جابها جول، وخسرنا بالماتش ده، خسرنا بالكره دي 1-0. ناس كتير هتعرف الجون ده، صحيح مش هقوله يعني. فاحيانا الواحد بيبقى ممكن عايز يحتفل قبل اللعبه، او حاسس ان الكره دي جت على مزاجه بس ما حصلتش. هل انت لحظه الكره اللي في القائم دي فعلا فكرت في الاحتفال قبل الهدف؟ والله خالص يا كابتن، خالص. والله يعني انا كانت بالنسبه لي وهي جايه، انا خلاص انا ضامنها اللي هو خلاص الكوره جول. الكور دي اصلا بتبقى اصعب كور اصلا على اي لعيبه كابتن، والجون فاضي ديت بتبقى اصعب كور خالص، ان انت بتبقى خلاص ضامن ان الكوره 100% داخله جول. فانا خلاص يعني، انا حطيت بطن رجلي قلت احطها في البعيده عشان خاطر ساعتها ابو جبل لو اترمى فاتت برده مش هيلحقها، ده قلت صحيح، احطها في اللي هي في الحته البعيده اللي هو صعب عليه وكده. طبعا. فاللي هو سبحان الله راح جت في العرض يعني وكده، مع ان انا ومعلول والله قبل الماتش كنا بنتكلم، بقول له معلول حاسس انت هتعمل لي جون النهارده، والله العظيم سبحان الله. والله. وسبحان الله فعلا عملها، بس انا جبتها في العرض. راح قال لي وانت مش قلت لي انت حاسس انت هتعمل؟ قلت له انا فعلا انا قلت لك على اللي هيحصل بس ضيعتها. هو عمل اللي عليه، ملوش دعوه، عمل اللي عليه فعلا، عمل اللي عليه والله يا كابتن. يعني والله عايز اقول لك يعني الماتش ده كابتن يعني يعني محدش هيقدر ينساه يا كابتن بتفاصيله، واكيد السوليه حكى وقال يا كابتن كل حاجه. الماتش ده كابتن بتفاصيله، احنا قعدنا مثلا 5 ايام معسكر او 6 ايام يا كابتن، احنا ما بنعملش حاجه، احنا رايحين جايين يا كابتن كله بيفكر في الماتش، كله بيفكر بيتكلم في الكوره. والله احنا 5 ايام يا كابتن بالظبط قبل، وكله بقى يفكر اللي هو ايه، انت احنا يا جماعه خلي بالنا من نفسنا، احنا كده قاعدين مجمعين مع بعض، بس كل واحد يخلي باله من نفسه، بس اهم حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. السوليه فعلا يا كابتن، يعني انا كنت لسه سامع دلوقتي بكلمك، وده اللي حصل فعلا. قال لك يا جماعه انا عيطت مرتين، انا عايز اعيط الثالثه النهارده بس في المكسب. الكلام ده يا حسين بيأثر فيكم، بيفرق معاكم؟ طبعا طبعا يا كابتن، طبعا جدا جدا يا كابتن، جدا كله يا كابتن. كان نازل الماتش ده يا كابتن، انت بالنسبه لك يعني خلاص حياه او موت، انت بتلعب الزمالك طبعا يا كابتن، وماتش كبير وماتش مهم وقمه بين الاهلي والزمالك، يعني انت في الدوري بص بتبقى عامله ازاي، ما بالك بقى يا كابتن في نهائي افريقيا اللي هو النهائي اللي الله اعلم هيتكرر تاني ولا لا، بس يعني أيوه. في حاجه بتحصل مره في التاريخ وكده. نعم. بس فاحنا كنا نازلين كلنا يا كابتن والله بصراحه، كله كان نازل اللي هو ما فيش، اللي هو انت مكسب النهارده ان شاء الله باي طريقه بقى باي حاجه،
الحمد لله يعني ده اللي حصل. وجول بتاع السوريه كمان لما جه بدري كمان صحيح احنا استريحنا شويه، بس في نفس الوقت بقى انت الضغط بقى عليك شويه بقى وكده لحد ما جه فيك الجون التعادل ومش عارف ايه، وكورتي بعد كده في العارضه والماتش بقى عمال يروح يجي ومش عارف ايه والكلام ده كله. الحمد لله يعني في الاخر ربنا كرمنا بجون قفشه، فيعني دي كانت اهم حاجه في الدنيا والله يا كابتن. يعني السوليه اتفرج يا كابتن بعد الماتش، السوليه هو بيعيط فعلا قال لي قال انا اترميت قعدت اعيط على الارض. ما انا بقول لك اتفرج يا كابتن على بحاول اجيب اللقطه مش عارفين نجيبها خالص من الكواليس. السوليه السوليه بيمثل ايه بالنسبه للفرقه يا حسين؟ السوليه والله يا كابتن بص السوليه يعني انا لو اتكلمت عليه يا كابتن مش انا بس، اي حد يا كابتن لو دخل اتكلم معاك عليه يا كابتن مش هيديله حقه والله. فعلا؟ السوليه اه والله اخ كبير يا كابتن لينا كلنا، اي حاجه بنروح له اه سيبك من هو بيضربنا يا كابتن اول مره اعرف ان الفتاوي اول مره اعرف ان الفتاوي بتاع الفرقه ما اعرفش كده. هو يا كابتن وامبارح بالليل ضرب عمر الساعه بقى في الاوضه اه مع اكرم حكى ما شاء الله اكرم اكرم فتش كل حاجه على الهواء. وانا بقول لك يا كابتن يعني هو بيضربني وبيضرب اللعيبه كلهم، والمشكله يا كابتن محدش بيقدر يكلمه خالص لان كلنا بنحبه وفي نفس الوقت خايفين منه بصراحه يعني الاثنين يعني. الحب اكتر ولا الخوف اكتر؟ لا الحب يا كابتن الحب اكتر طبعا. السوليه كابتن من الشخصيات الجميله والشخصيات اللي هي مش هتتعوض في الكوره يعني من الناس الناس كلها بتحبها وبيحب الناس كلها ودايما بيتكلم في الخير وعن حتى في المحاضرات اي كلمه بتطلع منه الناس كلها بتحب اللي هو كابتن تسمعها منه عشان خاطر هو عارف بيقول ايه. نعم. فدي من الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها في السوليه وكلنا بنتعلم منه والله يا كابتن يعني بره الملعب وجوه الملعب. السوليه من الناس الملتزمه جدا جدا يا كابتن سواء بره الملعب او جوه بيجي بدري. السوليه يعني عمرو حسين الشحات كان من الصفقات الواو في النادي الاهلي، بعتقد انه وجوده غير من حاجات كتير، واتصور انتوا في الملعب وجود حسين الشحات بيديكوا ثقه بيديكوا امان بيديكوا اطمئنان حتى لو مش موفق قوي، لكن هتلاقيه اما جايب لك جون يا اما صانع لك جون يا اما مشقلب لك المباراه في في, في 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 اي وقت من اوقات المباراه. لا حسين طبعا يعني من اللعيبه المختلفه في المكان ده. مختلفه يعني قليل لما تلاقي لعيب بيعرف يعدي واحد ضد واحد سريع في وسط اتنين تلاتة كرة في رجليه ما حدش بيعرف ياخدها منه. في الماتشات الكبيرة بيظهر سواء بيعمل جوان او بيجيب جوان وارقامه كلها طبعا زي ما حضرتك قلت يعني هي بتتكلم عن نفسها. غير انه لعيب راجل جدا بيحبش يخسر، على طول بيحب يبقى موجود في الملعب، بيبقى زعلان ان هو ما بيلعبش، زعلان ان هو طالع من الملعب. ما بيلعبش بيبقى عايز يقدم اكتر للفرقه. من اللعيبه زي ما قلت لك برضو قبل كده بتقدر تعتمد عليها. في الناحيه الهجوميه زي ما قلت لك لعيب مختلف ويعني لعيب على مستوى عالي. من طريقه اللعب بتاعتكم انه الكرات الطويله وحسين مميز جدا فيها، وانت ليك دور في الكرة. مميز في تحركاته كمان. مميز في تحركاته، يعني بتفهموا بعض ازاي يعني؟ النهارده طبعا اتظلم في كره هدف بنسبه 100% الله يبارك لهم. النهارده الحكم بيرفع الصايد بس يا كابتن. لا لا ده الاولانيه دي انتوا اتنين انفراد وهدف بنسبه 100%. انا اصلا فضلت واقف شويه اصلا حد بعد دماغي وفات ازاي؟ لا ضعاف يعني. فالكرات الطويله التمريرات الطويله انت ورامي يعني اكتر اتنين بيعملوها، التفاهم بقى وصل بينك وبين حسين بالعين يعني بالعين. بالاشاره انت خلاص لما بتلاقي اللعيب في نص الملعب كرة قدامه ورفع عينيه لفوق فخلاص دي اشاره ان هو انت هتتحرك وهو هيلعبها لك. نعم. هو من اللعيبه اللي بتعرف تتحرك كويس جدا يعني حتى موضوع الاوف سايد ده يعني زي ما حضرتك قلت لا هو بيتحرك بيدخل لجوه بعد كده بيطلع في ظهر المدافعين فصعب ان هي تبقى اوف سايد يعني. لا مستحيل. فهو بيعرف يتحرك جدا في الحته دي وبيعرف زي ما قلت لحضرتك واحد ضد واحد بيعرف يعمل فرق. امتى تنرفز عليك في الملعب يا ساس؟ مين السلاح؟ هو السلاح في مره هو اتنرفز علينا كلنا. ايوه. كانت من سنتين اتنرفز ماتش الاتحاد السلاح فاكر السموحه ولا الاتحاد؟ كان سموحه تقريبا. سموحه اتنرفز على الفرقه كلها. ليه؟ كانت كل كره كابتن بناخدها قدام، فالمهم ناخدها كابتن ونعدي نص الملعب تتقطع فترد عليها. قلت لها مثلا يضرب سبرنت فياخدها وتتقطع فيلعبها لواحد تاني فتتقطع.
فمثلا الكره تترد فتروح لواحد ثاني يقطعها فالعبها لقدامي، قال لي انا بقول لكم ايه في ايه نستهبل شويه وانتوا زعل كله يا كابتن. بص كده محدش قادر يوصله، هو المشكله اللي هو كان متنرفز قوي. ايوه لكذا مثلا ثلاث اربع كور يا كابتن ورا بعض الكره بتتقطع وعمال يضرب عمال يضرب سبرنتات يا عيني. رايح جاي ما هو اقرب واحد بقى بيرجع واحنا بنرجعين نتمشى، المشكله انتوا بتتمشوا طب ارجعوا، عمال بقى زعل كلنا يا كابتن. راح بصينا لبعض محدش قادر يتكلم، راح كله راح بص لبعض راح مشينا. الكره اللي بعدها جت بهتيجي وكله من مصر، الكره اللي بعدها جت جون على طول. راح جبت جون بعدها على طول، بعدها جبت الكره اللي بعدها راح جبت جون على طول. حلو قوي يعني تلموا يعني. اسمع الكلام. الزعيق جاب نتيجه يا عم حسين. ساعتها كابتن راح كلنا راح نقول على طول. طبعا لا ما حدش يقدر يزعل السوليه يا حسين. لا لا كابتن السوليه والله يا كابتن والله والله كمان مره يعني السوليه يعني اخ كبير يا كابتن والله بره الملعب وجوه الملعب. وبص يعني ما تسمعش اصلا صوته يا كابتن، انت اصلا يعني السوليه يا كابتن تبقى قاعد معاه كده واحنا قاعدين اللي هو انت مش حاسس ان هو قاعد معاك اصلا يا كابتن، لما تحد مثلا يهزر معاه كده ويخش في حاجه عشان مثلا اللي هو ايه يضربك يعمل حاجه وكده. غير كده السوليه مثلا عادي ممكن يفضل قاعد ساكت عادي مفيش اي حاجه. انتوا تحب انتوا بتحبوا تنكشوه. فاحنا بنحب نهزر معاه وهو كمان ايده بسم الله ما شاء الله بتنسى على طول. بس ارحم من ايد ياسر ابراهيم برضو يا حسين. لا طبعا طبعا لا هو ربنا يكفينا شر ايد ياسر ابراهيم. طبعا ده هو تلاقي نفسه يا كابتن ما حد يمدها قوي يقول له ياسر اضربه عشان انا مش قادر. حسين النهارده الناس اربعه بس اربعه اتنين، ناس زعلانه، جونين في النادي الاهلي وكره جت في العارضه وضيعنا جوان كتير او كل حاجه، لكنه برضه تحس انه ما اعرفش هل حصل ثقه زياده، هل حصل نوع من انواع التراخي، هل التغييرات مش عارف. والله يا كابتن بص يعني انا مش عايز اقول لك بقى اعذار والحاجات دي كلها، لا والله يعني احنا بعد ثلاثه احنا كنا ماسكين الكوره شويه وبعد كده راح اتردت علينا بجول، فدي طبعا يعني كانت احنا التمركز ده احنا كلنا كنا مستعجلين وكلنا كنا اصلا رايحين بهجمه كده نجيبها جول، فاتردت علينا بجول. ف وكمان يا كابتن يعني احنا طبعا ملعب استاد القاهره طبعا يعني من الملاعب اللي احنا بنحبها جدا طبعا. طبعا الملعب النهارده كان اول يوم نلعب عليه من فتره كبيره بس لا الملعب طبعا لسه الثلاثي ناشف شويه ولسه طبعا عايز بس طبعا ارحم طبعا من حاجات كتير واحنا كمان بنحب نلعب عليه جدا. طبعا مع سوء التمركز راح جه فينا الجول الاولاني دوت، وبعد كده احنا جبنا الجول الرابع بعدها بنفس الكلام برده راح جه في جول الثاني، ف بعد كده راح ضيعنا وبعد كده جت كره العارضه، فطبعا الحمد لله اللي هي ما جاتش كانت هتصعب الماتش 4-3 فكانت هتبقى رخمه جدا بالنسبه لنا وكده. صحيح بس الحمد لله والله كابتن، بس يعني احنا النهارده كابتن يعني كذا كره اللي هي اتحسبت اوفسايد دي لو ما كانتش اتحسبت موافقك 100% بس يعني في النهايه دخل مرمانا هدفين. طبعا لا طبعا يعني دي بالنسبه لنا يعني حاجه احنا كناش حابينها واحنا كنا زعلانين حتى من اللي صحيح. حتى لو خدت بالك كانت هنا كلنا واقفين كلنا بنتكلم مع بعض ليه وكده والدنيا ماشيه كويس واحنا كسبانين وبتاع، فاحنا بدل ما نزود ليه يجي فينا وكده. طب خليك معايا النهارده كهربا هو بيسجل جونين يا عمرو، اعتقد هو كان محتاج الثقه، حتى كولر قال بعد المباراه انه كان محتاج الثقه دي. انتوا يا عمرو الكلام ده سؤال، السؤال ده ليك وسؤال لحسين، يعني لما يبقى لعيب في محنه يعني ما بيسجلش عنده ظروف او 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 هنا بيبقى بتحاولوا ان انتوا تفوقوا اللعيب، بتحاولوا انه ترجعوا كهربا لو حسين عنده المشكله دي، لو 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 بتحاولوا تعملوا ده. النهارده مشاعركم ايه مع كهربا وهو بيسجل الهدفين؟ نعم بنحاول طبعا نعمل الكلام ده سواء بره الملعب او جوه الملعب. نعم يعني واحد زي كهربا مثلا لو الدنيا مش ماشيه معاه هو طبعا بيبقى نفسيته متدمره، صح، بيفكر في مليون حاجه وزعلان من نفسه، فبنتكلم معاه بره الملعب. جوه الملعب طبعا اللعيبه اللي بتبقى موجوده في الملعب بتحاول تساعده على قد ما تقدر، تحاول توصله للجون كتير عشان ياخد ثقه تاني ويرجع لمستواه ويقدر ان هو يجيب اهداف. فالكلام مع كهربا بره الملعب بيبقى بصفه مستمره، وجوه الملعب طبعا حسين طبعا من الناس اللي تبقى موجوده في الملعب على طول في الحته اللي قدام دي، بيحاول على طول ان هو معظم الكور ان هو يلعب كهربا ويدور عليها. حلو قوي اللي بيقوله عمرو ده يا حسين، انه لما بيكون كهربا محتاج انه يسجل اهداف وهو صنع لك هو النهارده هدف، انه تحاول تدور عليه رغم الجول صعب جدا لانها جت وراك وعلى شمالك ومش سهله، لكن ما شاء الله كان عندك سرعه رد فعل بشكل عالي كما لو كنت حارس مرمى. يعني هنا اللي بيقوله عمرو انه ممكن فعلا في وقت تدور على لعيب نفسه ياخد الثقه، نفسه انه يسجل هدف وتساعده عشان يجيب اهداف، وهل ده حصل فعلا مع كهربا؟
والله يا كابتن بص هو حصل يعني هو حصل معانا كلنا يا كابتن يعني حتى السوليه نفسه وكلنا اللعيبه كمان كلنا بنتكلم مع بعض دايما ما يكون في لعيب بعيد او في لعيب مش مستواه او في لعيب مثلا بقاله فتره ما جابش جول او اي حاجه لا احنا دايما بنتكلم اللي هو لا يا جماعه احنا لازم نساعد مثلا كهربا لازم نساعد كهربا بقاله كتير ما بيلعبش وبقاله كتير ما جابش جول فنحاول كلنا نساعده وبالذات كمان الناس اللي قدام بتبقى اكتر لان الكوره طبعا انت بتبقى معاك اكتر وكده قدام في الجول اللي قدام فانت بالنسبه لك اللي هو لا انا عايز مثلا ايه اخلي كهربا يجيب جول النهارده يعني حتى لو انت مثلا بتبقى نفسك انت كمان تجيب جول لا بس انت تقول لا انا عايز ساعد كهربا عشان بقاله فتره ما سجلش وبقاله فتره مثلا ما بيلعبش وبقاله فتره مثلا كان بيعيش الكلام ده كله فبالنسبه له الحاجه دي بتبقى يعني الشعور ده بيبقى كويس لاي لعيب مش لكهربا بس او اي حاجه فدي طبعا يا كابتن بالنسبه له يعني زي ما السوليه بيقول يا كابتن يعني دي بنتكلم دايما مع بعض سواء قبل مثلا الماتش او في التمارين لا شد شويه لا اتمرن اجمد لا مش عارف ايه طب انت بص سيبك من التركيز سيبك مش عارف ايه من الكلام ده كله انت انا عارف ان انت عليك ضغط كتير انت عليك بس انت ما تفكرش في الحاجات دي كلها فانت ركز بس في الماتش وان شاء الله ربنا يكرمك تيجي بقى في وقت الماتش يا كابتن مثلا لو مثلا حسين بادئ بقاله كتير ما بيلعبش يا رجاله طب احنا عايزين نساعد حسين وكلنا نبقى معاه النهارده وايه ونستحمله حتى لو في حاجه لازم نستحمل بعض كلنا ولازم كلنا نبقى مع بعض جماهير الاهلي جماهير الاهلي بعت لك رساله بتقول لك قلتها لعمرو السوليه وقلتها لاكرم توفيق وبقولها لك بيقولوا خايفين على الموسم خايفين على الدوري خايفين على افريقيا تقول لهم ايه؟ والله يا كابتن يعني انت يعني جمهور الاهلي احنا عايزين نقول لهم يعني قلتها قبل كده ودايما بقولها يا كابتن النقطه دي طول ما جمهور الاهلي معانا وورانا يعني اكيد محدش هيبقى خايف ولا كده من حاجه ان شاء الله يعني ربنا يكون كرمنا يكون كلنا في يعني موفقين كلنا ان شاء الله السنه دي كمان بالذات ان احنا عندنا بطولات اكتر وبطولات كمان عالميه فدي حاجه كبيره فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله بنوعدكم ان احنا نحقق افريقيا ان شاء الله السنه دي احنا نفسنا كمان ونفسنا نفرحكم عشان تبقى ثالث سنه على التوالي وتبقى سادس سنه على التوالي في النهائي ان شاء الله فدي ان شاء الله بنوعدكم اللي انتوا طول ما انتوا ورانا طول ما انتوا معانا وطول ما انتوا قلبنا على قلب بعض فان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق الدوري وافريقيا وربنا يكرمنا في كاس العالم ان شاء الله. عايز تقول ايه لعمرو السوليه اخر حاجه؟ احبك يا ابو ليلى. احبك يا ابو ليلى. عايز تقول لحسين الشحات؟ هقول له ايه طيب؟ اغني لك للجو بتاعت الجمهور ده بحبك يا ابو ليلى. ايه؟ قال لك بحبك يا ابو ليلى. الجمهور بيقول لك ايه؟ بنحبك يا ابو ليلى. انت الجمهور بيقول لك ايه؟ انا غاوي انا غاوي حسين شحات اهلاوي. ايش قول له بحبك يا ابو ليلى. حسين ابنه الكبير ايه؟ احمد ولا اسر؟ اسر واحمد والتايم تقريبا. ابو الولاد. دايما الوحيد اللي صاحي دلوقتي مش عارف مش عارف ينام. ايه؟ حبيبي يا حسين بشكرك وموفق يا رب يكون موسم جميل ليك وللنادي الاهلي ولكل زملائك وعجبني قوي الروح الجميله اللي بينكم ودي من الحاجات الجميله في حلقه النهارده عشان تشوفوا روح لعيبه النادي الاهلي مع بعضهم عامله ازاي. بشكرك يا حسين شكرا جزيلا. منافسه الدوري السنه دي شايفها مع مين اكتر؟ زمالك بيراميدز مصري خاصه الدوري متكلفت انت هتلعب 17 مباراة وبعدها 8 مباريات تلاقي الدوري خلص بعدها كنت بتلعب 34 مباراة فناقص 9 مباريات وتطلع بنقطك يا باشا فيعني مفيش رفاهية فقدان النقاط لسه مش باين يعني لسه مش باين مين اللي هيقدر يكمل الاخر بس طبعا انت المنافس بتاعك دلوقتي الزمالك وبيراميدز هم دول اقرب فرقتين اللي هم بينافسوك ما تستبعدش المصري قوي برضو يعني المصري فرقة كويسة اللي نفسه اطول بقى يعني اللي نفسه اطول يعني بس شايف انه الزمالك وبيراميدز هما الاقرب ويعني في فرق يعني فرق كتير السنه دي كويسه جدا يعني يعني في فرق عندهم لعيبه كويسه وعاملين فرق كويسه جدا زي ما حضرتك قلت المصري في سيراميكا في في زد فرق كويسه جدا البنك الاهلي اللي هتلاقيه البنك الاهلي لا في فرق كتير كويسه فلسه هيبان بعد كده. اتسال كولر على انه رضا سليم ما احتفلش مع اللعيبه النهارده وكان زعلان قال انا يعني طبيعي وانا التمرين عندي هو المقياس وبالتالي هو زعلان عشان ما بيلعبش وده امر طبيعي يعني بيبقى دوركم ايه مع لعيب زي رضا لعيب موهوب والناس كلها عارفه انه موهوب وانا قلت حتى في المقدمه انه لما نزل ما حسيتوش بيرسي تاو لما نزل ما حسيتوش انا قلت كوكا والدبيس كانوا الى حد ما جيدين عمر الساعي برضو النهارده نصحته برضو قلت له عمر تتمسك بكل دقيقه وكل ثانيه عشان تبقى في افضل حالتك اكيد انتوا كلاعيبه كبار بيبقى لكم دور هنا يا عمرو طبعا يعني احنا يعني رغم انك مثلا كنت قاعد النهارده على الدكه لا بس بيبقى اكيد نفسك تلعب بس في لعيبه صغيره شويه لعيبه محترفه بتبقى بعيد شويه عن المباريات واحد زي رضا
من النوع العاطفي شويه. ايوه في ثانيه ممكن تلاقيه مركز، في ثانيه تانيه تلاقيه بره تركيزه. ايوه يعني بيفقد تركيزه بسهوله جدا، فدورنا ان احنا بنتكلم معاه على طول بره الملعب بصفه مستمره يعني في التمرين اكتر، ان انت لازم تتمرن اكتر ولازم تبقى مركز في اي وقت، وانت اللي لعبت يعني لعبت قبل كده والاصابه بعدتك ولازم ترجع مستواك انت بنفسك، واي فرصه تجيلك لازم تمسك فيها بايدك وسنانك. ده صحيح. خلينا ناخد بعضا من الرسائل قبل ما نطلع لفاصل، نشوف رسائل كتيره جدا النهارده الكابتن عمرو السولية. يلا بينا. طاهر، مساء الورد عليك يا كابتن، الورد الاحمر عليك كابتن شوبير، احلى صفقه حصلت في تاريخ صفقات قناه الاهلي، عم ربنا يبارك فيك. مايسترو النص ابو ليلى الحلو، كابتن عمرو السولية منور بيتك وربنا محرمنا من طلتك الجميله. سؤال بس تجاوب بصراحه، خفت لما لقيت الوقت اتاخر على التسجيل في ماتش القضيه؟ اكيد اكيد قلقت. اه طبعا كنت حاسس ان المباراه رايحه، كانت ساعتها اظن رايحه لضربات ترجيح على طول، ما كانش فيه اكسترا تايم تقريبا عشان الكورونا. خفت. اه طبعا. كنت خايف الماتش يهرب في اي وقت فعلا. طيب اللي بعده، حلو الاسم بحور عبد المعطي، صح كده؟ والله الاسم جميل جدا. السلام عليكم، تحت تقدير النظر اعلام كابتن شوبير، كل الحب وارق التحايا لكابتن عمرو السولية حبيب قلوب الاهلاويه. ده عملها لك شعر. سؤالي، ممكن توصف لنا احساسك في اول يوم دخلت النادي الاهلي؟ فرحان جدا طبعا يعني. كان حلم بالنسبه لي واتحقق الحمد لله، وكان عندي يعني طموحات كبيره قدامها. ده دكتور عصام سراج. شكلك اتغير يا عموره برضه. كبرنا بقى. لا والله ما شاء الله. طيب نجيب بقيه السؤال. دي لحظه توقيع عمرو السولية في النادي الاهلي، ده كان دكتور عصام سراج كان مع الكابتن زيزو ساعتها، كان ماسك مدير التعاقدات. نجيب بس بقيه السؤال يا جماعه. لا السؤال اللي قبليه عاوزينك تفضل في الاهلي، صعب نشوفك في فريق غير الاهلي. دي رغبه عارمه ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله. اللي بعد سعد عاشور، تحياتي لحضرتك كبسولية، مش هنسأله، احنا بنحتفل بيه ونكرمه على اجتهاده واخلاصه وادائه على مدار السنين اللي فاتت، بنتمنى يكمل مشواره معانا النهاية، لانه عمرو من اللعيبة المختلفة وقليل اللي زي. تقريبا دي الرسالة رقم مثلا 300 بالشكل ده اللي موجودة عند الناس جوه، بنعرض بس نماذج منها عمرو. حاجات جميلة الحمد لله، تحسسك انك يعني ما شاء الله مقدر ازاي عند جمهور النادي. الحمد لله الحمد لله. نروح فاصل اخير ونرجع نختم بمكالمة حلوة وشوية اسئلة ممكن. يلا بينا. اجري وراء معاك بقى، لانه ايه انا عارف ان احنا ايه يعني دمنا تقيل شويه، فمعلش حقك علينا والله. لو سالتك مين بيعجبك في الدوري المصري من اللعيبه؟ من اللعيبه؟ الفرق الثانيه يعني؟ طبعا. ما فرقتك هتقول الاهلي كله، مش 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 هتختص حد يعني، ولا ممكن تقول لي ده الاهم في الاهلي مثلا؟ لا ما فيش حد اهم في الاهلي. ماشي. في مصر؟ انا حاسس ان انا سالت سؤال صعب قوي. يعني بص على الزمالك، بص على المصري، بص على الاسماعيلي، بص على الاتحاد، بص على بيراميدز، يعني ممكن صح حاجه بيعجبك خالص؟ لا مش محدش بيعجبني يعني. في ناس في كذا فرقه بس مش اللي هم يعني اللي اقول عليهم يعني عندنا احسن منهم بكتير. لا انا بقارنش بينهم وبين لعيبه الاهلي خالص، انا بتكلم ده لعيب بيعجبك. يعني بتفرج على الفرقه كذا بيعجبك كذا، الفرقه كذا بيعجبك كذا. ما بتفرجش على حد والله. اما بتلعب قدامهم بلاش تتفرج يعني. اما بتلعب ايش يعني؟ بتلعب قدام بيراميدز؟ بيراميدز مش بيلفت نظرك مثلا؟ لا بيراميدز ممكن. ابراهيم عادل كويس. في الزمالك في زيزو، في ناصر ماهر.
بس زعلت ان ناصر ماهر مشي من الاهلي؟ لا ما زعلتش يعني، ما زعلتش، بس هو بيعجبك كلاعب؟ اه لعيب كويس جدا، وقتها كان هو بيدور على اللعب يعني، كان عايز يلعب. وده حقه. بس اللعيبه كويسه جدا يعني بيعجبك ابراهيم عادل من بيراميدز، زيزو وناصر ماهر من نادي الزمالك. ما قلتليش عبد الله السعيد، وعبد الله صاحبك يعني عشره عمر عبد الله يعني. العلاقه اتاثرت انه راح الزمالك؟ لا يعني العلاقة بيننا كلها ود واحترام ومحبة يعني. بس عبد الله من اللعيبة من أيام الإسماعيلي يعني، من اللعيبة الكويسة جدا طبعا اللي لعبت جنبها يعني، و يعني إن هو محافظ على نفسه لحد دلوقتي ومحافظ على مستواه، ده حاجة كبيرة جدا. يستحق التحية طبعا طبعا. قول لي بقى أكتر أكلة بتحبها. محشي. محشي. محشي ايه بقى اللي بيحبه بالظبط حضرتك؟ قول لنا. لا ما انا مش بعرف إيه اعمل بس محشي صح يعني. يعني انت ما بتعمليش محشي؟ لا ماما بقى. ماشي اوكي. طبعا مدام كابتن عمرو السليه، مدام هدير. مساء الفل يا مدام هدير. صباح الفل يا كابتن. انا اسف. صباح الفل، معلش حقك عليا، سهرناه النهارده والله. ولا يهمك. بس يا رب تكوني مبسوطه بالحلقه. لا الحلقه جميله ومنور والله يعني، ربنا يحمي. ربنا يخليه لك يا رب، وصوفيا كده وليلى يفضلوا منورين حياتكم يا رب ان شاء الله. زوج مزعج؟ نهائي نهائي؟ والله ما حدش بيسمع لي صوت ولا في البيت واحد في الدنيا. والله العظيم. ولا في النادي. طيب خالص؟ يعني. جدا جدا. هادي وطيب ولا هادي بس؟ يعني كنت عايزه ازود على كلام اكرم، ان هو بيشتكي ان هو في الاوضه ما بيتكلمش معايا، فبقول له يعني انت كده لا يعني، هو كده يعتبر بيتكلم معاك، هو عندنا ما بيتكلمش خالص. ليه ما كنتوا عندنا في الساحل وكان بيتكلم وكان جميل؟ ليه ظلمك كده يعني؟ لا في البيت ما بتكلمش. والله؟ مفيش كلام. هو هادي بطبيعته كده يا مدام؟ جدا جدا. طب على طول يعني. طب وسوفيا قليل قوي لما يتعصب. ما شاء الله، ربنا بس يخليكم لبعض. قولي لي اوصفي لي مثلا فرحته وهو راجع ببطوله كبيره، يعني مثلا بطوله القاضيه ممكن، فرحته كانت عامله ازاي؟ لا هو ما نامش اليوم ده، ما نامش من الفرحه. لا كلنا ما نمناش بصراحه. والله العظيم ما يتنسيش. طب. لا احلى يوم في حياته، احلى يوم في حياته بعد ولاده ليلى وصوفيا. والله ولا ايه؟ احلى يوم بعد بعد الولاد. طب. طب قولي لي بقى، الله لا يقدر الله لا يقدر، لما بيبقى خسران حاجه مهمه بيجي بيبقى شكله عامل ازاي؟ اتعصب؟ لا احنا بنهرب من البيت بقى ما بنقعدش. لا عمرو الخساره عنده حاجه صعبه جدا، ما ينفعش. خساره صعبه. وهو يقول لحضرتك من هو صغير كده يعني. ما هو ما خلاص بتبقى جينات. يعني الخساره بتستخبوا مالكوش علاقه، خساره او تعادل، او حتى لو حاسس ان هو ما لعبش كويس او ما عملش كل اللي هو عايزه كده، بيبقى لا بيبقى مزاجه وحش جدا. لما بيجي مباراه ما لعبش مثلا، كان هو جاي رايح المباراه هيلعب وبعدين لقى نفسه ما بيلعبش، بيجي شكله عامل ازاي؟ يعني على حسب، لو كسبنا الماتش لا بيبقى فرحان عشان الفرقه، حتى لو ما لعبش. حتى لو ما لعبش. إيه طبعا بيبقى عايز يبقى يلعب وكده، بس يعني طالما كسبنا فخلاص الحمد لله. لو خسرنا بيبقى الموضوع دبل بقى يعني، بيبقى متضايق جدا. هي كرويه يا عمرو؟ هي بقت كرويه. بقت كرويه. ما كانش لها في الكوره الاول ولا كانت واخدة أهلوية واخدة بتحب ال؟ لا هي ما كانش ليها في الكورة قوي، بس يعني بعد كده الأهلي بقى خلاص. إيه اللي لفت نظرك يعني؟ إيه ليه رحت الهدير؟ أقول ولا إيه عادي؟ اتفضل نسمع كلام حلو. لا بصراحة يعني، يعني أول مرة شفتها اتقابلنا يعني، ما كانش في حاجه يعني، ما كانش في ما بيننا حاجه. كنا دي في باريس. كنا صحاب عادي. فاول مره قابلتها وخرجت معاها قلت لها انا لو يعني، ما قلت لهاش هي، قلت لحد يعني. قلت له لو وصلت الخير. لا مش وصلت خير يعني، حد كان قريب مني قلت له، كنت حكيت له يعني وكده، فقلت له لو
ان شاء الله فكرت ان انا اتجوز، هتجوزها ده على طول كده. انت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم جواز تاثير الرقمي بالظبط. حلو. بعدها بفتره بقى يعني اتخطبنا وبس، بعدها يعني قعدنا 4 سنين تقريبا مخطوبين. 4 سنين كنت ايام الاسماعيلي. ايوه صح. كانت هي لسه بتدرس وانا كنت وقتها في الاسماعيلي واتجوزنا اول ما جينا، اول ما جيت الاهلي تقريبا. لا لو سمحت حدد اتجوزنا يعني كتبنا كتاب وبعد كده مضيت عقد الاهلي. كتبت الكتاب وبعد كده مضيت عقد الاهلي. ده انت وشك فل بقى، وش السعد يعني. الحمد لله. ما هي اقدام، خلي بالك انا مش بهزر، موضوع الاقدام دي انا ما دي دي ليلى الاستاذه دي. وشها حلو، ليلى جميله وقالوا البنات رزق طبعا. وبركه وخير يعني، ربنا يخليهم لها. قولي لي بقى يا مدام، اغلى هديه ومناسبتها في الكوره، يعني امتى كسب حاجه كبيره جدا وراح هوبا لقيتي بقى هديه هديه؟ اغلى هديه لا مش يعني مش لا ما عمري ما حسبناها كده، هي بتبقى الفرحه نفسها. ايوه ما الفرحه، ما فرحته. ايوه ما مثلا اكبر هديه ده 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 خلينا قال لك انا جايب لك عربيه جديده حلوه، جايب لك حاجه للبيت حلوه، جايب لك بجيب ورد، بجيب ورد. يعني اب ممتاز وزوج ممتاز وكل حاجه وابن ممتاز لاهله. لا لا هو يعني ربنا يحميه، وانا يعني عايزه اقول له ان انا فخوره بيه والله، يعني حب الناس وكل اللي انا شفته النهارده وغير اللي بنشوفه لما بننزل مع بعض من حب الناس ليه. لا يعني ربنا يحميه يا رب ويحبس في خلقه دايما. طيب انا هرجع للنقطه دي، بس برضه انا مصمم يعني مثلا مع القضيه دي، مع الفوز وهو جايب جون وقفشه جايب جون واخدين البطوله اكيد خرجت خروجه حلوه، وبعدين في الاخر جاب خاتم. ايوه لا لا يعني ممكن اكيد اكيد اكيد، انا مش عايزه اسمع اظلمه بس انا بس اكيد. لا هو يعني بصراحه عمره ما اتاثر علينا في حاجه. هو يعني بتاع مفاجآت ولا مش بتاع مفاجآت؟ لا خالص، بتاع مفاجآت جدا جدا والله. طب اكبر مفاجأه؟ لا رومانسي خالص على فكره. والله طب حلو قوي. طب كويس ان لسه في رجاله رومانسيه لحد دلوقتي، ده ده معجزه من المعجزات. يا عم انت انا بقى ما سمعتش. انا ما استاذنتش قبل ما اكلمك، بس دي مفاجاه، يا رب تبقى مفاجاه حلوه. يلا لا هي المفاجاه اللي هي كلمتني ان انا ان انا المفاجاه. طب احنا لا ما احنا كنا عاملينها مفاجاه، احلى كنا عاملين مفاجاه لعمرو، اكيد مفاجاه حلوه بالنسبه له. طب امتى بيجي يقول لك انا جعان عايز اكل، اكليني اكله حلوه؟ لا عمرو لما بيبقى وجعان ما بيزعقش، ما بيتكلمش يعني. طب لما ابتدي اتكلم معاه وما يردش انا هو كده جعان. لما بجوع ما بردش. انت بتهزر؟ والله ما بردش. اما بتجوع ما بت ما بتر... ما يعني ما حد يكلمني انا مش ما... مش معايا انا. انت بتتكلم جد؟ ما بردش عليه والله من ايام الخطوبه كده. لا والله. فهي لما تلاقيني ما بردش تقول لي طب يلا نروح ناكل. يلا نروح ناكل ولا تكون عامله اكل؟ لا ما لا واحنا مخطوبين. واحنا مخطوبين. واحنا مخطوبين. طب انت بعد الجواز دلوقتي بتدخلي المطبخ؟ لا لا كل حاجه طبعا، كل حاجه جاهزه وعمر بال لا لا استني، كل حاجه غير كل حاجه جاهزه، خلي بالك انا ما بفوتش. لا لا والله ست بيت والله ست بيت. بس انت قلت المحشي ماما اللي بتعمله. هو المحشي بس. لا المحشي بس. طب بيحب اي نوع من المحشي؟ في محشي ورق عنب، في محشي كروم، في محشي كوسه ده انا بحبه جدا، في محشي بتنجان، في محشي حمام. محشي كرومب. لا محشي كرومب. محشي كرومب رقم واحد. بحب محشي الكرومب رقم واحد. ومامته بصراحه يعني احلى واحده في الدنيا بتعمل ما شاء الله، ربنا يديها الصحه. لا واضح كمان انه ما شاء الله العلاقه بينك وبين مامته العلاقه الاسريه كلها بسم الله ما شاء الله. امي الثانيه طبعا جميله. عايزه تقولي ايه لعمرو السلية؟ ما شاء الله عندكم بنتين، يا رب ربنا يحفظهم لكم ويبارك لكم فيهم ويزيدكوا رزق وبركه وعافيه وفرحه وسعاده يا رب ان شاء الله. وهو زوج واضح انه مثالي، وبنتين ما تسمعونا ما تسمعونا حسهم كده في لك يا بابي وان شاء الله تكسب. لك يا بابي وان شاء الله تكسب. دي صوفيا. العفريته دي ما شاء الله. مين العفريت اكتر يا مدام؟ لا الصغيره صوفيا دي جميله دي. احنا بينا من بعض اتفاق مع صوفيا. ما يعني سؤال ما انا عارف. ده يعني ايه خليه سر كده. ما حدش يعرفه يعني.
عايزه تقولي ايه لعمرو؟ عايزه اقول له ان هو بالنسبه لي وبالنسبه للبنات هو فعلا احسن واحد في الدنيا واهم لعيب في الدنيا دي كلها. نعم. واحسن اب واحسن زوج ما شاء الله، واحنا من غيره ولا اي حاجه. هو عمرو قائد في الملعب وقائد في البيت. انا ممكن ما بقولوش الكلام ده عشان بس ما يبقاش قلقان وهو في معسكرات او نعم. اي حاجه، احنا من غيره بنبقى محتفلين. ربنا يخليكم. هو اهم حاجه في البيت بجد. ربنا يبارك لكم فيه ويخليكم لبعض. عايز تقول لها ايه؟ قول بقى كلمتين بقى. انت هتفضل ساكت؟ قول كلمتين. لا اتعودنا يا كابتن. انا خليها استني هيقطع اهو يا مدام انت مستعجله. انا خليت امام عاشور هي تقول له انا بحبك ولا انا بحبك. انا مش هقدر اقول له كده، بس قول عايز تقول لها ايه؟ لا طبعا يعني من اول يوم واحنا مع بعض يعني على طول واقفه جنبي وفي ظهري، ويعني هي السند بالنسبه لي في الاوقات الصعبه والمواقف الصعبه اللي بعدي فيها بيها يعني. تكون هي اول واحده بتبقى واقفه جنبي وبتعرف تخرجني من المواقف الصعبه دي كويس. نعم. هي والبنات طبعا احلى حاجه حصلت في حياتي طبعا. ربنا يخليكم لبعض. ويا رب يا رب ربنا يخليها لي يا رب ويخلي لي البنات، وان شاء الله يعني طول العمر مع بعض يا رب. ربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه. قولي يا مدام ما نفسكوش في ولد؟ يعني ربنا يكرم. هو البنات، هو ابو البنات حلو. ابو البنات. لا ابو البنات عمال يشاور لي. بص عمال يشاور لي بدماغه لان البنات مدلعينه جدا. هو ما اعتقدش ان هو هيشوف دلع كده تاني. محد عارف. لا ما هو لو جه ولد هيدلعها هي. ايوه طب خلاص يبقى جميل ان شاء الله. انا موافقه لو كده. ربنا يخليكم يا رب لبعض ويسعدكم، يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وافراح وكل حاجه جميله. بشكرك شكرا جزيلا مدام هدير، نورتينا والله وشرفتينا. ودايما يا رب كده حياتكم بالخير والسعاده يا رب. بشكرك شكرا جزيلا.